كويس اني اجيب بدري علاب. خش على كاسات ولمعها. انت بتسرق؟ ما تصبح الخميس وروح اقعد في الحمام. فؤاد باشا لو عارف انك نزلت الصالة هيعمل مشكلة. انا حر اقعد في المكان اللي انا عاوزه. فين البيرة يا عم؟ ما هي هات تاني. طيب هكلم فؤاد باشا وهو اللي هيتصرف. خلاص يا عم خلاص، عرفنا يا سيدي، عرفنا ان انت الكلب بتاعه. سامع يا علام؟ عيب كده يا خميس، روح اطلع على الحمام وانا هجيب لك البيرة بتاعتك لحد عندك. يلا يلا يا حبيبي، يلا 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 بقى يلا. هتفضلوا طول عمركم عايشين خدامين لفؤاد حامد لغايه ما تموتوا تحت جزمته. سيد قوم يا سيد، يا سيد الساعه بقت 2 يا سيد. وقال ايه؟ كنت عايز تصحى صلاه الجمعه يا سيد. اعملي شاي، اعملي شاي. طيب شاي؟ طب قوم يا اخويا شوف بنتك الاول. مالها البت؟ بكره اخر يوم لدفع مصاريف المدرسه، ولو البت ما دفعتهاش يا سيد هتترفض. تعالي تعالي ما تخافيش، انا هتصرف الفلوس النهارده. الابله بتقول اللي ما دفعش المصاريف يطلع بره، وانا بتكسف يا بابا. مش هتتكسفي تاني، هتروحي يعني هتروحي. روحي لعم لبيب قولي له هات علبه سجاير لبابا. حاضر يا بابا. انت بتكذب على البت يا سيد؟ لا يا سعاد، انا اتفقت مع صبر اللي معايا في الشغل، قال لي على راجل هيديني 1000 جنيه هياخدهم 1200. يا لهوي، انت هتعلم البت بالفايز؟ اعمل ايه؟ ما انا قلت لمجد اخويا ادعي لي الفقر. فقر؟ والنبي يا اخويا ما حد جايب لنا الفقر غير الكباري اللي انت شغال لنا فيه ده وفلوسه المعفرطه. بلاش صداع بقى. ايوه يا صابر. ايوه يا سيد. ايوه جبت لك الامانه معايا. ايه 1000 جنيه استلفتهم لك؟ لا قعدهم لك في الكباريه. عيب يا جدع، انت الناس ببعضيها، انت اخ سيد. سيد ايه يا اخويا؟ في ايه؟ عينك مالها؟ مالها نطه جوه ده، انا شويه واجيب النني من هنا. ما بصيتش انا يا سيد، انا بس يمكن عشان ما نمتش كويس فتلاقي عينيا ريحت شويه. لا يا حبيبي خليها تريح في حته تانيه. على يمينك يا اسطى. ليه؟ بقول لك ايه يا راجل، انت كده بقى تبقى بتتحرش. ليه ده انت بتتحرش رسمي؟ ايه بتحرك يا شوبه انت؟ ايه؟ الراجل فرمل اعمل ايه؟ الراجل يفرمل انت تتحرش ليه؟ لا بقى ده انت بتتلككي بقى. انزل يا ابن العربيه. انا متحنش. متحنش بالعافيه. ايه يا متحنش بالعافيه؟ شعلان ابن عبد الله كتبت له الشهادة وهو لم يتعدى 30. النصيب فوق كل شيء. أنا أولى منه بالشهادة، أنا أكثر شجاعة وعزم. أنا عارف إن المهمة صعبة، لكن أنا بكلم مسلم مثقف وخريج جامعة هيحول طاقته لخدمة دينه وبلده.
الكباريه اللي انت رايحه ده مكان موبوء ولازم ينضف. اظن انه سينجح. عمليه بسيطه. الكسب غالي. ادعو له بالنجاح. دعوت له كثيرا. خد ولع دي. ايه دي؟ سيجاره حشيش. يا نهار اسود حشيش. لا 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 ما اشربش الحاجات دي. يا عم امسك. النهارده دخلتك ودي ليله العمر ولازم تبقى جاهز. خد وهتدعي لي. ايوه بس دي رفيعه قوي. التخين منها يضرك. ولع ولع. بس دي هتعمل حاجه يا جدع يا جدع. ده حاجه بس تسخن بيها لغايه ما اروح الساره الكبيره معاك انا بقى. يا عريس انت مكسوف ولا ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. دم عليها عروسه. الف الف مبروك. الف مبروك. صباح الفل. صباح السعاده. صباح الرشاقه على عيونك يا نجم. ايه يا ابن المزعجه؟ الصحف اللي اسمه نبيل على التليفون يا نجم. الو. يا ابن سلامتك يا نجم. يا ابن محمد. صباح الفل. يا معرفه. اسال اسال. ايوه عندنا. بالنسبه للمنافس ابو السعود اللي اغريته مكسره الدنيا النهارده. منافس مين يا عم بلبل على الصبح؟ ده صباح الفل بقى. ده عيال واطيه دي اساسا. الواد ابو السعود ده كان شغال عندي بيعمل لي شاي وقهوه وانا طردته علشان حرامي سرق الموبايل. هذا صلاح ولا لا؟ سرقه كله يا نجم. راجل الكليب يا نجم. علي علي علي. انا صلاح. ماشي يا عم بول. ماشي يا حبيبي. ماشي انت حد جميل يا عم بول. الف سلامه. سلامه. بالعقل هتوزر بالعافيه هتعصر بالعقل هتوزر. اوعى يا عم اقطع عليا انا بقى. انا النجم بتاعك. ده انت مخرج حمار. وقعتنا الله يخرب بيتك. ده انت واخدني نجم عالي عالي بعدين وعدك ليا. ازاي كم مره الكلام بالارض؟ عشرات المرات يا نجم. يعني كم مره يا مرتين. منك لله بعيد. بتسلم الاسبوع ده يا ابو احسن بتاع القناه ده. الو الو. الاستاذ محسن على التليفون يا نجم. صباح الفل يا عم محسن. صباح الفل يا نجم. ايه يا عم من صباحات ربنا وانا قاعد قدام التلفزيون. الكليب ما بيتذاعش ليه؟ لسه نازل ده. فين ده؟ واحنا مش مظبطين الناس عندكم في القناه ولا ايه؟ انت يا ابني احنا مش مودين لهم الفلوس. وديتها ولا لا؟ وصلت كلها يا نجم. ايه يا عم محسن؟ صباح الفل بقى. صباح الفل يا ريس. ما هو الكليب دول المستوى. دول ليه؟ دول المستوى؟ الله الله. انت بتغلط بقى ولا ايه يا عم محسن؟ لا انتوا كده مش فاهمين الكليب اصلا. اقول لك على حاجه يا عم محسن. بص اقول لك على حاجه. انا هقول لك انا على حاجه. مش عايز اشوف وشك تاني. ده انتوا بايب بايب. اعلى. لا 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 لا. بس بس بس. ايه يا جماعه في ايه؟ المزيكا فاضيه ليه؟ يا جماعه النهارده اول يوم لينا في الكباريه. لو ما علمناش مش هنشمها تاني. يلا عباس من الاول. لا 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 يا ابو السعود. واحد الله كده وروق. لا اله الا الله. الفرقه ضعيفه وجيه. محتاجه باور. انا عايز اعمل اسم واسمي مش هيتعمل غير بفرقه تكسر الدنيا. عشان تعمل اللي في دماغك ده يا نجم لازم لك كام بنت كده يرقص وراك على المسرح مع 10 دفافين مع 2 اورجنست و2 ساكس مع الترومبه. ما تجيلي يا عم على حسابي. صعب صعب يا استاذ. ده موسم والالاتيه كلهم شغالين واغنيتك اللي مكسره الدنيا احنا عاملينها بنفس الفرقه. الاغنيه عدت عشان لوك جديد واللايف حاجه ثانيه وجيه. انا مقلق. النهارده هغني في الكباريه اللي بيغني فيه بلعوم. الله. طب وفيها ايه دي؟ ما انت عارف بلعوم اول ما هيشوفني هيقعد يلقح. يلا يا خدام يا اللي كنت بتجيب لي الشاي وتلف لي سجاير الحشيش. الله يلعنها دي ايام. عايز الصراحه بقى بلاش روح النمره دي من قصر. لا يا وجيه هروح. لازم اروح. ده نجوم مصر بيغنوا في المكان ده ولازم اثبت له ان انا مش مطرب افراحه بس. لا وكباريهات كمان. يعني هذه الشكايات بتاعت الواد حمدي صابر. ايه؟ الشكايات للعربيات
بتاعت الواد حمدي صابر. شكد ده يا باشا؟ سيبه يا عم، مش سكتنا العنف. سيبه، افتح هذا الغزلة دي. شاية وفلوس يا ابني. افتح يا ما تخافش، مش هنسرق. حط الله بينه وبين الحرام. ابعت لك الواد حمدي بتاع مكتب النار، فقعد له شكاتي وتدي له بها صلاة، وانت يا ربنا في شغلك. هو شكاتي وانت يا الواد حمدي، وانت مين الحساب؟ عمرك رئيس. وانت بطل، روح عمل لي حفلة أليسة. عمرك رئيس. وانت خد معاك رجالة وروح قفل لي كبرين مقطم. عمرك رئيس. اتفضلوا. سعادة الباشا، كله توسع حسب أوامر سعادتك. يا ريت ما عليك ما تنسناش. يلا يا بنت عشان حبرت. يوم انت بقالك شهر ما استحميتيش. شهري ده ايه؟ ده انت محمياني الجمعة اللي فاتت. الجمعة اللي فاتت ايه؟ انت خلاص كبرتي مش حاسة بالأيام. يا سلام. يلا بس. خلصنا خلصنا يا وان بقى. رايحة فين يا بنت؟ هجيب لك الفوطة ياما. يلا بقى نشفي حلو. حاضر ياما حاضر. خلاص اهو. يلا يا حبيبتي قوم. يلا بالراحة. بالراحة ياما. يا بنتي حمام الهنا. تعيش يا حبيبتي. استريح ياما استريح. يريح قلبك يا حبيبتي. انا هسخنلك الشوربه بحته الفرخه، تاكليها وتنامي. يا بنتي انا اكلت حته الفرخه بتاعتي. الورك ده بتاعك انت ياما. انا هاكل في الشغل ما تشيليش همي. المهم انت تاكلي عشان تاخدي الدواء. وقطع الدواء وسنينه. انا عارفه الدكتور ده بيكتب لي دواء غالي كده ليه؟ عيني الست ام نور الدكتور بتاعها بيكتب لها على دواء رخيص، وهي عندها نفس العيب. ريحي ظهرك ياما ريحي ظهرك. يريح قلبك. هو انا اشتكيت لك يا ست الكل؟ دي الفلوس بتيجي علشان تروح. ربنا يعينك يا حبيبتي ويبعد عنك كل شر. وادي يا ستي محطه القران. ده اكيد فرعون بيديني رنة لما اقوله استنى شويه. يوه ده الموبايل قطع. ليه يا بنتي؟ انا عارفه ياما الشحن خالص، هريلنا فلوس وما بصبروش يوم. معلش يا بنتي انزلي له، انا خلاص هنام. ماشي ياما هنزلي. ما تنسيش تاخدي الموبايل معاكي. هعمل بيه ايه؟ ده انا كل اصحابي بيدوني رنات. انا نازله ياما. طيب يا حبيبتي ربنا يجعل لك في كل خطوه سلامه يا رب. هبعت لك البنت تديك الحقن وهسيب لها الباب موال. لك ايه بكلمك وما ترديش؟ طب يلا اطلع الصيدليه بسرعه عشان ابعت البيت تدي الحقنه لامي. امشي يا فرعون بسرعه لحسن حد يشوفك. خايفه من ايه؟ تراجع مع فرعون. ارض السنين يا بنت. شايلك العوده. ايه ده اللي هو ايه ده؟ اقعد يا ده افتح بطلك. خد الشنطه يا كابتن. ولا ما تقرفناش يا يا ولاد الحراميه. بس الحمد لله ما عرفيش ياخدوا الموبايل. ايه ده؟ دي الشنطة فيها 1000. يا لهوي دي فيها 1000 جنيه بتوع سيد كيت. قال لي جاي صباح الفل يا نجم يا كبير. حبيب قلبي في عربية بصواب مستنية سعادتك قدام الباب. مين اللي على البوستر ده يا عم عبد؟ اهو بنتباهى بيك يا بيه. اه صباح انت مش شفته معلق بوستر وانت جاي؟ ما فكرتش تبروزه له ليه؟ مفيش اي ابداعيه جايه من ناحيتك، اي افتكاسايه. البروازي خنقك يا نجم. فين يا ابن العربيه؟ اهي يا نجم. ايه ايه دي اللي انا هركبها؟ يا نهار ازرق يا نهار ازرق. حنجرتك يا نجم، ست كل محبشه هي اللي بعتها. ومحبشه اللي بعتها دي لو قصدها انها توقعني مش هتعمل فيها كده. يعني جمهوري دلوقتي اما يشوفني يقول عليها ايه؟ ده نجم ايه اللي هروح في تاكسي العاصمه ده؟ تسلم الغبايه دي.
اما نشوف ايه اخرتها. موعود انا اصل بالغباوه، موعود بالغباوه. حاضر يا نجم. يا نجم اللي جوهم قرايبي جايين من البلد وعاوزين يتصوروا مع سعاد. يلا بس في الانجاز، في الانجاز. اضحك يا ولي. يا ست اضحك. اتفضل. حبيبي. لا حبيب قلبي، ده كلام؟ ايه العربيه اللي انت بعتها لي دي؟ هي ازعل انا؟ لا حبيبي، لا تزعل ولا تغضب، حالا بجيب لك سياره. طب بسرعه بقى حبيب قلبي عشان اوقف في الشارع والزيطه والناس تفهم. بلعومي، اغنيتك طالعه بالتلفزيون. اموت عليها. مش كل قطه خد شكل لا. مفيش مواصلات، مفيش مترو. هادي يابا. نعم يا اخينا. المترو ما جاش ليه؟ هو انت ما عرفتش ولا ايه؟ ايه ده، في مترو ولع على الخط والدنيا مقلوبه. ولع؟ انا هروح الشغل ازاي؟ معلش. خد دي عريس. ايه دي؟ خربوش صغير كده على مناصب. خربوش صغير كده تفاريح. براحتك يا حبيبي. ممكن خربوش تاني؟ طبعا الجول يا عيني. تشرب سجاير في قلب المحطة؟ سجاير يا بيه؟ ده أنا سرقت. حضرتك كنت فين؟ اخلص وطلع ال 10 جنيه غرامة. 10 جنيه غرامة ليه؟ 10 جنيه غرامة؟ أدفع 10 جنيه غرامة عشان ولع تذكرة؟ أمال القطر اللي ولع ده يدفع كام؟ بلاش لمادة، اطلع بال 10 جنيه غرامة. استغفر الله العظيم من كل ذنب يا رب. معيش ال 20 جنيه انا سعاده الباشا. انا الوصل. الوصل؟ ينفع، ينفع في الضرايب. خد يا بنت اشربي. ما بشربش. ليه يا اختي، خايفه على شبابك ولا ايه؟ ما خلاص بقى يا ابله، ما انا شمها اهو. ايوه شمي كده، تبقي حطيتي رجلك على اول الطريق. حياتي، ممكن تحولي رصيد؟ عايزة اشحن. طبعا يا حبيبتي. افتحي يا بنتي يا بوسي. حاضر. ايه متعبين؟ بيس اهدى. هو احنا بنعمل حاجة غلط؟ انت مين يا بنتي؟ تعالي يا نهلة تعالي. انا قلت باين اني دخلت شقة غلط ولا ايه؟ مين الموزة دي؟ دي بنت طفشانة من اهلها من يجي جمعة كده. حلاوتك. اموت انا في الطفشانين دي، تبعي بقى. ايش تاخديها هدية مني ليك، دي حتى بنت سيس. اسمك ايه يا بنت؟ انا اسمي منى وبيقولوا لي يا بوسي. تشرب؟ لا طبعا. قومي يا بنت يا بوسي، عايزاكي قوم. نار هدومك بسرعة يا بنت، ورانا شغل. عيني. هستناكي تحت. الو، بقول لك ايه، مش هقدر اطول معاك، اصل كارتي قرب يخلص. حياتي، ممكن تحولي رصيد؟ عايزة اشحن. خش يا بنت، خش. ما تقعدي يا بنت. بيتي ده يختي فين وشه من قفاه ده؟ دون عشان انا يا قبله. بقول لك ايه، بلاش كهنه. ها البسي بسرعه يلا. وانت هربانه من اهلك ليه بقى؟ ابدا، مخنوقه حبتين. وايه اللي خانقك يا عناي؟ موضوع كده نصيبي يا بنت. اتكلمي ما تخافيش. هربانه من اهلك ليه؟ جوز امي بقى ربنا يسامحه بيحبني. جوز امك بيحبك؟ ازاي يا بنت؟ ما كنتش مديه له اخوان، لقيته بيبص عليا من خرم الحمام، وبص بص مش مره ولا اتنين، ده كل ما اخش يبص عليا، وكل ما اقول له يسد الخرم مش عايز، والحمام كله انا مؤاخذه قبل قد كده هروح كده ولا كده هيشوفني. رحت قايله لامي. هو طبعا ما صدقتش. قامت طرداني من البيت. طب خدي حطي شويه احمر. يا لهوي، انا عمري ما حطيت احمر. هو النهارده الفرح يا قبله ولا ايه؟ يا بنت بلاش لقم. عسل يا قبله عسل. كملي. رحت الحمام ودعيت لمين ده بقى؟ واحد نقاش بيحبني. قلت ابات عنده هروح فين؟ المهم يا قبله حاول يعمل معايا حاجات، يعني لا مؤاخذه وسخه يعني. قلت له لا يا حمام، مش هتاخد مني حاجه لما نتجوز. قال لي هتجوزك وحلف حلفانات قد كده. وتجوزك؟ لا، خد اللي هو عايزه، وقال انا مش بتاع جواز. طب اركبي يا فرحه اركبي. حاضر. وبعدين؟ احكي عادي يا قبله؟ قبله؟ ده انت اللي طلعت يا قبله. كملي يا بنت ما تخافيش، ده فرعون. ماشي. تاني يوم راح جايب لي ثلاثة اصحابه وراسه وألف سيف يناموا معايا. ايه البت دي؟ هقول لك. كملي يا بنت.
انا قلت هصرخ هصوت هيموتوني، دول شاربين برشام يا ابله. القصد خدوا اللي هم عايزينه وسابوني زي الكلبه، بس انا عارفاهم واطلعهم من وسط مليون واحد. هطلعي مين ولا مين؟ والنعمه عارفاهم، واحد اسود واحد سخين واحد رفيع. وبعدين يا منيله ما عرفتش اروح، قلت لازم اهرب بقى واسيب البيت. قابلت واحده بنت حلال قامت موجاني عند الابله صابرين. بنت حلال فعلا. يلا شوفوا هو هذا، اول ما يوصل تركضون عليه كانه كاظم الساهر. معه زين؟ يلا شوفوا ما تقلقش. يلا يا جيجي يلا ركضوا يلا يلا يلا. بليز يا جماعه بليز يا جماعه بليز بحبكم. انا شفتك فين يا كوتش؟ انا شفتك فين؟ شفتك فين؟ خلص بقى وافتكر. اتحمسنا مع بعض. ايه ده اوعى تعمل عافي، اسال مناخيرك تقول لك طبق اليوم ترمال وكنترمال والسوار ترماندين. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل يا عمنا. انت مش قلت لي لما اطلع هعمل معاك الصح؟ طب ما احنا تابعنا وفين بقى. صباح الفل. صباح ما يلزمنيش ده خد بقول لك. الله هي باروك انت متاب غيرتك؟ ده انت معفن سعد الصغار برادتك. يا جماعه حد اتصل ببنتها؟ ما هي طلعت سايبه الموبايل بتاعها هنا، مفيش حد يعرف طريق شغلها. الله دول ناس في حالهم، محدش يعرف عنهم حاجه. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انا جيت اديها حقنه لقيتها ما بتردش. طب العمل؟ يا جماعه نستنى شويه، لسه في شويه اجراءات. طب يلا بينا. يلا. ايوه يا حمدي، بقول لك انا شكلي كده هتاخر. ما تخافش قول له مش هفتح الا لما تيجي. عيب هدار عليك. ولو قابلت ولا ست كيت قول له انا جبت له 1000 جنيه بس سرقوا. حاضر هقول له قول له ما جابش الفلوس. ثانيه واحده يا سيد. يلا بقى ظبط لي الشغل بسرعه. ها يلا سلام. قال لك ايه؟ قال لي ما جابش فلوس. ما جابش الفلوس. خد يلا. ما جابش الفلوس ازاي؟ تعالى خش جوه الاستاذ صالح تقول له جيب لي مفتاح الاحتياطي علشان صابر هيتاخر النهارده. اخويا هو الطريق واقف ليه؟ الظاهر ان في حد مهم معدي من هنا قدامه هنا ساعتين. طب مفيش طريق تاني يودينا الهرم؟ عليكوا على السما طير بقى. ايه العسل اللي احنا فيه ده؟ ركزت دبي دوبي بلعومي حياتي روحي. ايش بيها عيونك حبيبي؟ حسعف عليك ما نمت زين؟ اقول لك ايه يا ام حبشين، ما ينام الليل الا اللي قلبه خالي من الهوى وبلاويه. هو بلعومي مشغول بمنه. الفوت كده ولد. سلام يا حبيب قلبي. اتفضل انت. بلعومي خفف عني همومي. ايه كف الله الشر، مالك حبيبي؟ حسه شفت قتل في العراق، نسوان اطفال شيوخ ماكو عراق خلص. طب وعليك بايه من ده كله؟ ولا صلاح غير المحطه دي؟ مفيش ناقصه غم. لا حبيبي ده والنبي بلاش عياط عشان خاطر ده، انت سبحان من كتتك من هذا الجحيم. 130 قتيل اليوم في العراق. يا ساتر يا رب. تعرفي حد فيهم؟ بلدي وطني شعبي جيراني. ربنا يرحم الجميع. اللي ودي سبت العراق امتى؟ انا ما عمري رحت للعراق. نعم
عمرك ما رحت العراق؟ انولدت بأمريكا، عشت بلندن، اتزوجت بلبنان. أيوة، يعني العراق تهرب لك إيه؟ بلد أبويا وأجدادي بلعوم. تصدق أنا حدوتة العراق دي عاملة لي فجوة، وخدت وديت مع نفسي كتير فيها، ووصلت لفكرة غنوة. انسي بقى، لا تقولي لي الحلم العربي ولا الضمير العربي ولا بيتي أساسا وبيقول ده بيته. انسي غنوة، وجع وجع وجع. أنت تغنيها ولا أنتجها؟ بكرة يكون عندك الماستر. إحنا بس هنحتاج 15 20 باكو على اساس حاجز الاستوديو، مهندس الصوت، الحوارات دي، واحنا مع بعضينا. اوكي يا حبيبي، اوكي بلعوني. وحشني صوتك، غني لي شويه. ما بلاش نتعود كده على بعض، احسن لو ضعنا في يوم من بعض. هنضيع قوي، هنتعب قوي قوي. كل ما نقرب للبعض، كل ما نزيد الاشتياق. يا بنتي هنا، متحركش الا لما اجيلك، فاهمة؟ يا ابني هتروح فين؟ اهمادي راجعة لك. خير يا صبح؟ يا ابني 120 جنيه بس اللي هتشتري بيها كتاب. لا طمن طمن، أنا بكرة الصبح هروح الكلية واستلفه من زميل ليك وهصوره صورة واضحة وحاجة اديهولك كمان. ها يا بنت! كنت بقيت فين امبارح؟ انطقي! في البيت يا باشا. هاني بيت يا رحمك يا بنت، ده انا ابص لكعب رجلك اعرف انت عامله كم كيلو. جه الزمن اللي الاسلام زيك تضحك علي انا فوق نفسك يا بنت؟ ده انا فؤاد حامد فرعون. اوامرك يا صالح اللذه. سمعني خط سير البنت دي امبارح. ركبت تاكسي نزلت ميدان الجيزه، 7 دقايق قدام محل عصير جات عربيه كوبري خدتها وطلعت فيها المقطم، باتت في شقه مفروشه، ونزلت الصبح شكلها غير ما طلعت خالص. سامعة يا واطيه؟ روح انت فرعون مع الاستاف تحت في الصاله، وانا انزل لهم حالا ما اشوف اخرتها معاهم وهم راقلين. يلا. اوامر ما عليك. انت فاكره نفسك شغاله فين؟ في مول مالوش صاحب؟ خدت كم من الخروف؟ طلعي يا بنت اللي خدتيه من الزبون بدل ما طلعهم انا. يلا يلا. $200 ده ايه الجبروت اللي انت بقيتي فيه ده؟ ده انت كان بيتعمل عليك حفله ب10 جنيه مقطعه. ما هو لولا المحل ده يا قليله الاصل ما كانش عمرك هتشم زبون زي ده. مسك يا سفله، 500 جنيه هم، انت 100 والمحل 100. انا طول عمري فير، الدولار النهارده ب5. خش على النت واسالي، انت مش عامله جروب في الفيسبوك؟ يلا منتشره، روح شوفي شغلك. وانت عارفه لو اتكررت تاني هسلمك للاداب. قولي الله يرحمك يا بابا. كويس انك اتكلت قبل ما تشوف المهزله دي. دول دلوقتي بيسمعوا على النت. الشغلانه باظت يا حاج، باظت. ايه الشكاوي كترت؟ هو انا كل يوم هجمعكم عشان اقول لكم تشغلوا الصاله دي ازاي؟ الكباريه ده كله انا ادوره بصباع رجلي الصغير، وما سيبش زبون يخرج من هنا الا وهو حاسس انه ملك، انه كان اهم واحد في السهره مهما كان تافه. حتى لو اضطريت
انكم تبوسوا التراب اللي بيمشي عليه الزبون، وهو ده شرف المهنه. وانت انت يا سعلان ايه حكايتك؟ ايدك بقت تترعش من سن البيره، لو كنت كبرت وهتخرف اقعد في بيتكوا احسن. بصوا بقى، انت ايه اللي خلاك تسيب الحمام وتنزل الصاله؟ في ايه؟ كنت قاعد على البار بشرب ازازه بيره. انا مش قلت لك 100 مره كل حاجه تجيلك في مكانك؟ الصاله دي ما تعتبهاش ابدا. ارتحت انت كده؟ ها ارتحت انت كده لما قلت له على كل حاجه؟ قول يلا على الحمام. لاخر مره بقول لكم، الكباريه ده طول عمره البريمو على كل كباريهات مصر، ولازم يفضل البريمو، مفهوم؟ يلا روحوا شوفوا شغلكم، ربنا معكم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، آمين، وبركة في العمر، آمين، وصحة في الجسد، آمين، وسعة في الرزق، آمين، وتوبة قبل الموت، آمين، وشهادة عند الموت، آمين، ومغفرة بعد الموت، آمين، وعفوا عند الحساب، آمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، آمين. اللهم شدد شملهم، آمين، وزلزل الأرض تحت أقدامهم. تيجي ساعة الصفر تدلو الشهادة أولا، وبعدين تضغط هنا. أنا مش طايق أروح المكان ده مولانا. الغاية تبرر الوسيلة يا ولدي، كن حذر وتعامل مع المكان على إنك زبون عتيق، وتذكر الحرب خدعة. وأنا لها إن شاء الله يا مولانا. أمامك فسحة من الوقت، اقرأ ما تيسر من القرآن. أنا فرحان أوي يا مولانا، أوي. الفرحة الكبرى لحظة استشهادك. حاضر سيادتك. انا كنت بس سيادتك البت بيتي كنت عايز انقلها مدرسه حكوميه وما عرفتش، وكنت محتاج يعني. محتاج ايه؟ خلصني. سلفه 1000 جنيه وهردهم لحضرتك كل شهر حاجه. انت شغال ايه هنا بالظبط؟ حضرتك شغال عند حضرتك. ما انا عارف شغال ايه عند حضرتي يعني. انا سيد كيت يا باشا اللي بلم نقطه الزباين. انت هتعلمني يعني ايه كيت؟ ما انا عارف ان انت اللي بتلم. البت لو ما راحتش المدرسه بالمصاريف بكره الصبح هيفصلوها سيادتك. ما يفصلوها. تعليم ايه يا حمار؟ دي فشخره كدابه. نص البنات اللي شغالين في الصاله تحت معاهم بكالوريوسات، عملوا بيها ايه يعني؟ كل عيش يا سيد، كل عيش. يلا روح على الصاله، يلا يلا يلا. ولا انا حمار. العذاب انت دنيا نحن دنيا انت دنيا نحن دنيا عم دنيا علي عم دنيا علي عم دنيا الي روح 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 روح
شايفه الترابيزه اللي هناك دي؟ عليها زبونتي القوي، عايزاكي تصبي له بير وتثبتي امه. اياكي يتحرك من على كرسي. اصبي له بير عادي كده يا ابله؟ عادي، مالك البت ملخومه كده ليه؟ ما تفردي جوزك يا بت. استني سكي. ايه يا ابله؟ يا بت بيني حته خلي الزبون يتسب. ماشي يا ابله عشان خاطر. طب روحي روحي صبي للزبون، جت الخيبه. الدنيا يا ناس قال يعني الشرف مساكه هنا. بنات مايا بدري وخيانه على العال ده ماشي بقى لسنين والظلمي لا 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 مكانك بس يا خميس باشا. حلوة والله، يا حلوة من بقك خميس باشا دي يا عم علام. انت طول عمرك باشا، ربنا يبارك لك. تقول ايه بقى للزمن؟ يعني ينفع كده يا عم علام؟ ده انا كنت صاحب مكان، نص المحل ده كان بتاعي. ماشي انا غلطان وبتاع كارت واتدينت، يقوم يشتري نصيبي بملاليم كده ويرميني زي الكلب في الحمام. معلش ما تاخدش بالك. اسمه انا عارف، بس الموت مش واخد باله مننا. لا يا عم علام، بقول لك ايه، ما تخرجش الصاله، انت عارف لما بتخرج فؤاد بيبي يقول ايه. انا ودني خدت على صوت طرقعه الكاسات وضحك النسوان. يا سيدي اذا كان على طرقعه الكاسات طرقعها هنا وضحك النسوان هخليهم يعلوا صوتهم. فيها ايه يا نجم انت وهو؟ بالمصلحه واحده يعني، انا يوم ما اسيب بلعوم اشتغل معاك انت ابو سعود؟ فيها ايه يا عم؟ يا عمنا ما انت عارف اللي بينك وبينه. لا ما تزعلش، ما تزعلش مني يا نجم، مفيش في بقى ابو سعود الخدام بقى موطف حطك في دماغه من ساعه ما اغنيتك ما ضاعت. هو مش بشاك من فرقه انت وهو، خايفين من ايه بقى يا فنان؟ ما انت عارف ده انا ابو ازرق. عارفين يا عم عارفين، بس انا جاي وعارف ان انت جواك فنان وانت برضه جواك فنان. صراحه بقى انا في ازمه وعايزكم تقفوا جنبي وهديكم دبل اوردر بلعوم. دبل تريبل لو كده احنا معاك يا نيك. انا برضو قلت ان الفنان اللي جواك هو اللي هيتصف. الساعة 6 الصبح ستيج. الف مبروك عريس. انا بعتني ليك استاذ سمير، هو بيقول لك مش هقدر اجي الفرح، بس بعت لك معايا المسا ده. والله يا جماعه انتوا بتعملوا معايا حاجات كتير قوي، متشكرين قوي. على فين يا عريس؟ الفرح من هنا، تعالى اوصلك يا عم. ما انا بختبرك. يا هلا يا هلا يا مرحب. يا هلا وسهلا بحم الشباب واللياقه. اهلا يا برنس. اهلا اتفضل يا برنس الهالي. شكرا. وش ياكل يا باشا؟ شكرا. اتفضل ابو جاسم. اهلا اهلا فؤاد بيه. ده ايه النور ده؟ انت شلونك؟ والله انا لوني كويس اهو، بان لونك. ها منور مصر كلها يا جسومه يا عسل. هذا من ذوقك يا استاذ فؤاد. عامل ايه يا باشا؟ كل خير ان شاء الله. يلا فلوس تعلي تغطي تعري تغطي تسيبك تجيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس تهينك تزلك تزيدك تقلك تطلع تنزل على الحال ده يباتي مع اهلا. مساء الانوار. مساء الفل. بص جاسم باشا صاحب نادي السوبر. يا
اهلا وسهلا. اهلا يا موسى، حلوه القطه الجديده دي. انت بدات تشوفي شغل كويس. انا مبسوط منك يا بنت. تربيتك يا باشا. لا ونعمه التربيه. تنزلش الصالة برجلك دي. سبت الحمام ليه؟ اتخلقت من قعدة الحمام. عرفت؟ انت ايه؟ ما بتحسش بحد؟ ده انا اخوك يا اخي. طب ما هتنزل تقف على المسرح وامسك مايك وقول للزباين كلهم انا اخو فؤاد حامد، وبالمرة تعمل لك عرجتين حلوين قدامهم ورقص لهم رقصة العرجة، هيبقى شكلك حلو قوي. بتعايرني يا فؤاد؟ بتعايرني برجلي؟ رجلي دي اللي راحت عشانك يا فؤاد، رجلي دي اللي راحت وانا بدافع عنك ولا بتخانق لك يا فؤاد. ما حدش قال لك اتخانق لي، انت اللي طول عمرك غاوي لبش يا حمار. ده انا بحاول المك من الفضيحه، مش عايز حد من اللي كانوا يعرفوك يشوفوك وانت كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه القميص المعفن اللي انت لابسه ده؟ فين الهدوم اللي اديتها لك؟ ما بحبش البس هدومك. عارف ليه؟ عشان ريحتك فيها وانا بكره ريحتك. انت عايز مني ايه؟ ها؟ عايز مني ايه يا خبيث؟ فلوس وبديلك عيالك وبصرف عليهم من الالف للياء. ما هي بتاخد ما هي ما بياخدهاش المدير. عايز اكتر من كده ايه؟ عايز تقسمني فريزي؟ ماشي ماشي يا خبيث، قسمني فريزي. خد يا خبيث، خد يا خبيث، اكمش املى عينك. مين قالك ان انا عاوز فلوس؟ انا عاوز احس ان انا بني ادم، مش واقف على باب الحمام بدي للزباين البلدي اللي بيمسحوا بيها قرفهم. فؤاد، فؤاد انا عايز امسك الصاله زي زمان. مفيش مدير صاله بيقهرك. اعلوك فاك شرب فوق لنفسك. قدامك حل من اتنين، يا تقعد في بيتكم باحترامك وهو ده اللي انا عايزه، هتتفضل على الحمام وده المكان الوحيد اللي اقدر اخبيك فيه لاني بستعر منك يا خميس. ماشي ماشي يا اخويا، يلا روح الحمام. جبلة قوي ابن الكلب. لا مؤاخذة يا بابا، أنا ما أقصدش، بس خليك شاهد أنا بتعامل مع أخويا بما يرضي الله ويرضيك. تشرب إيه؟ أشرب خلاص، عرفت هجيب لك بيرة. لا أستغفر الله العظيم يا فندم. أيوه هات لي بيرة. أشرب بيرة. غير اللي أنت بتشرب ولا ما بتشربش؟ ما تقلبش عليا المواجع. بشرب قلت لك. هات لي ثلاثة بيرة. ثلاثة؟ لا خليهم خمسة بيرة والله. خمسة بيرة والله؟ بس تلاقيهم كويس يا فندم. راح الاقيهم كويس. تعلي توطي تعري تغطي
انت جديده هني؟ ايوه. تشرفنا. شكرا يا بيه. طب بالاذن يا جاسم باشا. يا قمر. نعم. ايوه خدي بدر الحالة اللي لسه جاي. ايه فين؟ روحي اسالي اشرفك. فين الحالة اللي لسه جاي يا جماعه؟ انا. ايه انا يا فرنة. انا يامه. يا عامر ودي الحالة العمليات. توديني فين؟ عمليات. والله حركت فيني المواجع. بس قولي لي ايش سوى معاك النقاش؟ انا قلت لك يا بنت هتفضحني بقى ولا ايه؟ ماني فاضحك. سمعي انا بقول لك سر علشان نصير متعادلين انا وياك. انت تدرين انا ليش اي مصر؟ لا يا بيه. ليش؟ علشان اخون زوجتي. كل سنه اي اقعد اسبوع بمصر اخون 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 ما عندي مشكله، لكن عقب الخيانه اتضايق وازعل وتندم واقعد اشرب علشان انسى الخيانه. صبي علشان انسى. خذ يا ولد. تستاهل. ايوه سعاد حصلت مصيبه. لهوي مصيبه دي بس يا سيد خير. صابر اتسرق. الراجل اللي كنت هتاخد منه الفلوس. ايوه يا سيد فيه. طب وهنعمل ايه دلوقتي بس يا سيد؟ ما انا كلمت فؤاد باشا على سلفه قال لي كل عيشه سيد. يعني البنت مش هتروح المدرسه؟ يا ست اطمني اطمني انت يا سعاد. البنت بكره هتروح المدرسه. يعني هتروح؟ سلام بقى. سلام سلام. رحت زيهم يا فرعون. احمد ربنا احمد ربنا. الحمد لله. بس كان نفسي البلد تقدرني وتديني تعويض. عندي 60,000 اعيش بيهم حياه ظريفه. انا رميت في شغلانه زي دي. وهو انت كده مرمي؟ ده انت بوديجارد قد الدنيا. ولما صحيت تروح عايش من ايه؟ والان المطربه التي حدث عرس الاغنيه الشعبيه التي استعادت بسرعه الصاروخ مطربه الحضور الاولى امينه. من اول الدوري ما ضقنا طعم الفوز ولا التعادل. معلش يا بيه انا مش فاهمه، اصل انا ماليش في الكوره. ما تتقلش عليا يا عم بدل ما اقلب عليك واخلي الناس تتلم وهفرجهم عليك. ترابيزه 8 متاخر. ازاي الكلام ده فرعون؟ في الامان يا مان. قالت ما قلت كان بيقلب
تقولي لي بالتفصيل الممل ايش سوى معاك حمو النقاش. انت عايز نحكي لك ايه بالظبط؟ انسى بقى يا اخويا الموضوع ده انسى. هديك عينيا وهدلع نرقص. انت السالفه انت معي؟ كل ما اقول لك قومي رقصي معي ما ترضين؟ ها؟ ليش؟ مكسوفه؟ خجلانه؟ مستحيه؟ يا بيه ما بعرفش ارقص، مش عايزه، اعتقني بقى. قومي خلينا نرقص. خلي يا بنت الجو ده مش هينفع هنا، دي مش شركه يا نور عيني، ده كباريه. ابوس ايدك يا ابله وشني من هنا، اجي عندك البيت امسح لك اغسل لك هدومك اعمل لك اللي انت عايزاه، بس انا مش مرتاحه هنا. لا يا روح امك ما حدش ضربك على ايدك، يا تعملي زي ما البنات بتعمل يا الباب يفوت جمل. امشي اتجرع على الترابيزه امشي. لا ومدين وكان بعدين العمل هنفضل واقفين كده؟ بيقولوا بنتها تيجي الساعه 9 الصبح من شغلها. مصيبه ان ما حدش يعرف مكان شغلها ولا حد عارف لهم قرايب. انا من رايي نستنى لحد الصبح، سواء جت او ما جتش هنروح ندفنها واكرام الميت دفن. الصفر وما حصلش حاجه، يمكن يكونوا كشفوه. طب يلا بينا نكتب بسرعه احسن برضه. يلا يا اسماعيل اهو اهو
كفايه يا ابني كفايه. سيبه يا بابا سيبه، دي حركات انا عارفاها كويس. اقعد بس. شايفين شايفين الصوت ده؟ انت عاوز انا اموت نفسي؟ انزل ابو واجيب حاجه ساعه على طول. حاجه ساعه ايه؟ استنى اما نشوف اختك. ما تلم الليله يا ابني وهات من الاخر. مفيش ليله هتتلم لما يحصل اللي انا عاوزه. انت عاوز مني ايه يا محمد يا حسن؟ ترجعي بيت جوزك اللي هجرتيه. مش راجعه، مش راجع البيت غير لما ينضف من النجاسه اللي فيه. انا بيت نجس؟ انا بيت نجس؟ امال شرايط القران اللي مالي البيت كلها تبقى ايه؟ انت عارف ان عيشتك كلها حرام في حرام، واكلين وشربنا من عرق واحده ست. انت عايزه تجنني يا شيماء؟ عايزه تجنني؟ الست اللي بتتكلمي عنها دي ست محترمه مغرمه بفني وعايزه تنتج لي شريط، ولما بتيجي الكباريه بتقعد على حسابي. اسم الله على حسابك. اسمعني بقى يا ابني، ما هو مش كل اسبوع البنت تجيني معيطه. اسالوا كده الطعم والريحه اللي حاططها جايبهم منين. يا سلام، دلوقتي الطعم بقى حرام يا شيماء، والغايش اللي بغرقك بيهم حلال. اتفضل ادي الدهب اللي كل شويه تزلني بيه، روح بيعه وجيب لك باروكه وحته حشيش تكيف بيها دماغك. تبتدي الغايش في وش يا شيماء؟ شاهد عمي؟ بلا عمي بلا عمها. احنا ننهي الموضوع ده يا اخويا، وزي ما دخلنا بالمعروف اللي كان غصب عني نخرج بالمعروف برضه. اسمع حملها لا مؤاخذه. طلعني يا محمد يا حسن. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك يا شيماء، وبرضك انا عامل حساب للعشره ولام الشاوى اللي بينا. واعمل حسابك اروح عليك في بيتك. ايه ده مناسب؟ اوعى ميكي. احنا وصلنا الشقه. شقه ايه ده؟ الكباريه. انا لسه هنسهر. تعالى يا عم دليله ليلتك. الف مبروك وربنا يتمم بالخير يا اخويا. يا مؤاخذه انا اخوك من طرف لوستا تيتي الميكانيكي، انا بالمؤاخذه عنده ظروف كده فمش هيقدر يحضر فرحك. اذا كنت مش هحضر فرحك. ها؟ مش هحضر فرحي. على بركه الله. هو موصيني اسالك سؤال محدد، دماغك ايه؟ ايه؟ بس خلاص انا فهمتك، انا معايا هنا في الجبده ترامادول، الترادول، مادول، زانكس، فانيلين 5، فانيلين 3، ابو صليبه، اس ار 200، من الاخر الجدول كله هنا. لا معلش انا خدت حاجات كتيره قوي النهارده. بس خلاص انا فهمتك، سيبالي بقى انا ابن بلد وفاهم. خلي المجموعه دي معاك، امسك خليهم معاك، دول تاخدهم بكوباية مية بعد 5 دقايق وهتدعيلي وبأمر الله يومك ناجح. اتفضل يا باشا، تذاكر الطيران وجوازات السفر بتوع العمرة. الطيارة هتتحرك الساعة 9 الصبح، الحاجة والولاد هيستنوه بره، يعني حضرتك هتتحرك من هنا 6 الصبح على المطار. عارف أنا العمرة بتاعت كل سنة دي يا صالح بتغسلني من جوه، بترجعني عيل. والله ما محتاجها. نعم؟ انت بتعمل حاجة غلط، انا من ساعة ما عرفتك لا كاس ولا سجارة ولا نسوان يا صالح، ماليش فيهم، اخر علاقتي بيهم الحاجة مراتي. تروح وترجع من العمرة بألف سلامة، ادعي لي يا حاج. ربنا يهديك يا صالح. وصلت وصلت يا حاج. اتفضل يا ست الكل. اتفضل يا نجم. نجم نجم مين؟ شفت الخيانة؟ شايفة؟ جايبين صورة الواد النتن اللي كان شغال عندي ولطعنالي عاملين راسه براسي. ما تزعل نفسك، انت نجم، مين هذا النتن؟ خش انت ترابيزتك محجوزة لحد انا معدي على فؤاد اشوف لي صرفة معاه. خد دي في اللطافة. نجم النجوم. ايه النور ده؟ اه ده نجم. نجم نجم ايه بقى؟ احنا الظهر راحت علينا. الله الله، روح انت يا صالح شوف شغلك رعاية الله. ايه مالك يا نجم؟ ليه بتقول كده؟ لما اموت يا فؤاد باشا ابو علاء صوره لابو السعود في واجهه المحل، ولا انت مش عايزني معاك خلاص في البرنامج؟ قول. هو ده اللي ضايقك انت يا ابني اللي بره؟ انت اللي فرعون نورت المكان. ترابيزتك محجوزه يا ست البشر، اتفضلي. الشيشه بتاعت الست ابو حفش بسرعه.
ولع شمع. انا الواد ده مش نازل لي من زور اساسا، انا مش عارف معلق مع الناس ليه. انا قلت ليه غنوة بطرقعة في السوق، هجيبه ويحرك لي المكان شوية. حاكم فيه ناس تافهة يا ابو البلاعين، بيحب يشوفوا العيال اللي بتتنطط دي. مع ان انا بقى رأيي فيه ده واد يتشاف ما يتسمعش. ده لا يتشاف ولا يتسمع، هو ده منظر يا باشا. الواد ده فيه وهيروح لحاله، وبكرة يختفي. بكرة مين؟ ده ساعتين وامه مش هتعرف. دي عيال الغنوة الواحدة. واد واطي واطي، ده بطل العالم في الوطيانة. حلوه حلوه برافو يا باشا. ده كان شغال عندي يعمل لي شاي، يقفل لي لموظف سجارتين. ما انت عارف. انت هتقول لي ما انا شفت بعيني. قال لها صحيح الواد ده مضى ثلاث شرايط مع شركه النجوم؟ هي مش الشركه دي كانت ماضيه معاك؟ هم مش هيجددوا لك ولا ايه؟ اوامرك يا صالح البهجه. شيل صوره الاسم ابو السعود ده من على الواجهه خالص. يلا اعمل ما عليك يا باشا. مبسوط يا ابو البلاعيم؟ وانت اختلفت مع النجوم؟ اكيد شعلان. يا مولانا هي شعلان ايه اللي حصل؟ ما فرقعش يا مولانا، ما فرقعش. ايه ازاي يا ابني؟ اكيد في حاجه غلط. طب جرب مره تانية، دوس على الزرار. طب ثواني كده، خليك معايا اما اجرب. الله اكبر الله اكبر. طب سامع؟ ما فرقعش. بايظ 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 يا مولانا. طب ما تتحركش من مكانك، انا هبعت لك اسماعيل يكمل المهمه. السلام عليكم. سلام يا رسام. سلام على الاخوه، سلام على كل الاخوه. جهزوا اسماعيل المهمه. اخيرا سانال الشهاده. اسند نفسك يا عريس، ولا هتستعين بصديق ولا ايه؟ هو الحمام فين؟ في الامان يا مان. والامان ده بعيد؟ لا، الناس اللي جايه. ولا ايه انت عارف اللي قاعد ورانا دوت يبقى مين؟ مين ده؟ شش، ما تعليش صوتك. ده يبقى اخو فؤاد صاحب الكباريه. يا راجل ده كان شريكه في المحل، وبعدين بعده نصيبه. بعيد عنك، البودره والنسوان ضيعوه. ولا جاي علينا. انت بتقول ايه؟ نزل ايدك. بتقول ايه؟ نزل ايدك. بتقول ايه؟ الزباله ده بيقول لك ايه؟ احنا وصلنا. اوعى انت يا فرعون، اوعى فرعون. بقول لك يا اخي نزل ايدك. بقول لك اوعى انت فرعون يا اخي. انت بتزقني، انت بتزقني يا فرعون. هي حصلت والله. عال عايزين تقفلوا لنا المكان؟ بتضربوا بعض قدام الزباين؟ لا هذا ليه الادب؟ بيمد ايده عليا ولازم يمشي من الكباريه دي حالا. اخلص، مش انت اللي تقول لي مين يقعد ومين يمشي؟ هو في حد بيزعق؟ لا مفيش. واحد باشا خميس مزودها قوي. قولوا له احترام المعاليك، يعني كان ممكن. خلاص يا فرعون، افتح بقك. ايوه ارفع لسانك. دي سنة افيون بلدي مش ايراني مخلوط، هتعمل معاك الدماغ الصح. بس ما تنساش تدعي لي في الصباحية. انا دعيت لناس كتير قوي النهارده. فرعون وصل عريسنا وامن عليه وارجع لي، وكل اللي يعوزه على حسابي. حصل يا باشا. أنا مش 100 مرة حذرتك يا خميس، مالكش دعوة بالزباين؟ ما هو كلب زي ده ما يزقنيش يا فؤاد.
الكلب ده هو اللي حميك وحميني. خلاص نزلني الصالة تاني. مالك يا أبي؟ يا بنتي ما تخافيش، أصل أنا ما بحبش طعم الخمرة بس بموت في دماغها. بتجرأني يا بنت، بتخليني أعمل كل حاجة أنا مش عايز أعملها، بتخليني أرقص أضحك في وشوش أنا مش طايقاها. طب وإيه اللي جبرك يا أبي لما تيجي نمشي؟ أمشي أروح فين يا هبلة؟ على الأقل هنا بعمل اللي أنا عاوزاه وبمزاجي وباخد فلوس. برا من عالم ممكن أعمل أكتر من اللي أنا بعمله هنا، بس غصب عني وبلاش. انزل اترزع في الحمام، ما تتحركش منه ابدا. يلا الصلاه النهارده. بسم الله ما شاء الله يا باشا. اهلا يا ابو سعود، ايه في حاجه؟ بالنسبه لصورتي اللي على الواجهه يعني اتشالت. وهي دي صوره صغيره صغيره عليك، انا شلتها عشان احط لك صوره كبيره تليق بمقامك. بس انا حسيت ان الاستاذ بلعوم ليه يد في الموضوع ده. بلعوم مين يا ابو النجوم؟ بلعوم خلاص تعيش انت. مات؟ مات ايه؟ راحت عليه، انت اللي جاي، ده موضع وانتهت. وفي رايي انا بلعوم ده لا يتشاف ولا يتسمع. انا هعمل لك صوره كبيره قوي يا نجم، وفي ظرف يومين هتبقى ملعلطه على الوجه. انا قلت ان انت جواك فنان يا باشا. الله يخليك يا ابو سعود. بس مش كنا سيبناها النهارده كده كانت عملت جو؟ خلاص بقى يا ابو سعود. بالك يا بابا، اذا كان على البلعوم ولا ابو السعود الاثنين انت من بعض. طب ما انت مش قد الشغل، بتشرب ايه؟ عايز عايز افوق. ايوه تفوق. حاضر حاضر هفوقك، تعالى. وعبيد رايحة الحمام. تعرفي مين هناك؟ معرفش حد. طب ما الحمام من هنا اهو. حاضر. هو الفيلم مسكن، لازم يطلع من المستشفى بسرعة. اروح في داهية. انت اللي حمار. فين الجدع اللي انا قطع له رجلي؟ او متلقع في الاستقبال. انا وديه وقت العمليات. حصل؟ مفيش، عملت العملية في رجلك. ايوه اختي، بس انا مش حاسس بيها. انت كنت هتموت فكان لازم نقطعها. قطعتوها؟ قطعتوها؟ قولي الحمد لله. اه زوجتي الله يستر. على فين يا باشا؟ بروح اكلمها بره، لان اذا كلمتها هني وسمعت الصوت ما ارجع بلدي. قلتلي. شوف انت محظوظ محظوظ محظوظ، انا عندي لك شيء الليله يخليك حديد. مصيبه حبتها وصلتني من الصين، بس لا تشرب عليها ماي. حضرتك تعرفني من غير ما اعرفك؟ انت الليله معرس يعني دخلتك الحين. حتى الدول العربيه عرفت ان دخلتي الليله. فكرنا اديك لبوس هيجيب معاك من الاخر. انا ولهت عليكم وايد، عندي اجتماع توني خالص منه. والان مع برنس الاغنيه الشعبيه حامي حمى الطرب الاصيل. باشا اهلا بنجم العالم. انت مش ناوي تبقى راجل؟ انا ليه بس يا استاذ؟ بتخطف الدفافين بتوعي؟ اما صحيح الواطي واطي يا حرام الشامبو يا معفن. يا استاذ هما اللي قالوا لي ان حضرتك طردتهم. وفل تقوم تاخدهم وتعلي اجرهم كمان؟ ايه انت بتعاندني انا؟ العفو يا باشا، انا قلت ياكلوا عيش. ياكلوا عيش؟ وهتفتح بايه بقى يا عم النجوم؟ بالاغنيه بتاعتي يا باشا، وانا عندي غيرها. ده على اساس انها مكسره الدنيا يعني. انا قلت واكله مع الناس يا نجم. واكله مع الناس ايه يالا؟ انت عايز تستفاد وتكمل ولا تاثر وتجرش في بيتكو؟ اللي تؤمر بيه يا استاذ، منك نستفيد. غني حاجه تانية، قول اي حاجه ليا عادي يعني. طبعا يا استاذ. طب اغرز بقى على جنب، اسمع استاذك. الغنى يا ابني اصله مش من هنا، الغنى من هنا.
كفك ولا ولا وارجع لحل المسألة. لقد قتلني الشوق وزرني نار ولوعة. يسطرها معاك دنيا وآخرة ارجع بسرعة. فلقد قتلني الشوق وزرني نار ولوعة. يسطرها معاك دنيا وآخرة ترجع بسرعة. عشان أين وعدك لي أنا خلاص فضي. أين وعدك لي أنا خلاص فضي. ماذا أفعل حتى ترجع يا واد انت. ماذا أفعل حتى قولي 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 قولي. كيف هنت عليك رغم شوقي. خلاص كفاية. تعال تعال معايا. بسم الله عليك. على بالك على بالك. يا عم مش قد الشرب بتشربه ليه بس؟ خد كمل. على بالك على بالك. أروح فين أنا دلوقتي؟ لو رجعت البيت جوز أمي مش هيسيبني في حالي. ولو رحت لحمه ما هو نيلة راخ. أروح فين بس يا ربي؟ حليب قلبي أخرت عليك يا جميل ولا إيه؟ ما تيجي تقعدي معايا هنا في التكييف بدل الحر اللي عندك. أو أسمعك أغنية أليسا الواحدة تبقى مجروحة وما تبينش. امشي يلا غرفة داهية. طب اطلعي معايا المقطم. بقولك ايه امشي بدل ما صوت الم عليك الناس. كل اللي طلعوا معايا المقطم كانوا يقولوا برضه هنصوتوا. انت ما عندكش اخوات بنات ولا ايه؟ انت عايزه تتجوزي فلاحه. ايه ده الوصف فرخه بعد العيش فرخه كامله ليه بس؟ هي تاكل دول؟ ده انا اخر مره اكلتها ربع فرخه بالعافيه. ربي العيش فيها. ده انا داخله جمعيه ب 20,000 جنيه وناقص لي 2000 جنيه واطلعها الحج ان شاء الله. ربنا يكرمك. امين. يا لهوي بس ما جاش لغايه دلوقتي. ده العيش انا هتصرفها بعد الواد حمدي. ربنا يخليك ليا يا فرعون. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. بس انا عارف. يا واد يا بنت يا ما نفسي اشوفك وعرفت ظروفك ده بعدك عامل لي مشكلة. برية خميس مالك عندنا شغل. طب اطلع انت منها بس. ايوه ده هو ده. وصلت بك الوساخة لحد كده يا خميس بتبص على النسوان في الحمام. انا حر يا فؤاد اعمل اللي انا عاوزه. لا
مش هسمح لك، ده انا اقتلك واطفنك في الحمام قبل ما تفضحني. طب انضف انضف عشان تلاقي مرض بص في خلقتك بدل ما تسرق بصر حته وحشه يا معفن. انا طول عمري نضيف، انا مفيش حد وسخني غيرك انت. انت اللي كانت حقي وحق ابويا في المحل ورميتني زي الكلب في الحمام. اخلص تحت تستهبل يا روح امك، هو انا كنت ضربتك على ايدك؟ انا اشتريت حقك في المحل برضاك قبل ما تبيعه برخص التراب وتدخل علينا غريب وتعذب ابوك ورقدته. وقعدتك في الحمام دي هي اللي سترت من عهدك ومن خيبتك يا تلفان. انما خلاص النهارده اخر يوم ليك في الكباريه، سلم الحمام لفرعون وما تورنيش وشك تاني. هتوحشني يا خميس. مش همشي يا فؤاد. هتمشي بالذوق ولا اندهلك الجرد يشيلوك ويرموك في الشارع؟ خلاص طيب انا مش هعمل كده تاني. اسامحك ازاي بعد ما نجستلك كباريه؟ هتمشي يعني هتمشي؟ خلاص بقى، والله العظيم هتحرك في الحمام. قدامك ساعة زمن وتختفي من المكان ده خالص، وإلا ورحمة أمك الغالية أخفيك من الدنيا كلها. امشي امشي. يعني انت مش شايف؟ قولي 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 كيف هنت عليك رغم شوقي اليك، كيف هنت عليك كيف رغم شوقي اليك. يا انا نفسي اشوفك واعرف ايه ظروفك، يا انا نفسي اشوفك اموت واشوفك انا وعدك عامل لي مشكله. خلاص يا جماعه الخير، خير ان شاء الله. ما تيجي دلوقتي قبل ما النور يجي؟ يا راجل اوعى كده، ده انت مسقط. عادي بتحصل، ما هياش غاره يعني. هو فين ابن الكهينه ده؟ انت بتقطع النور عليا؟ عاوز توقعني؟ والله العظيم انا يا استاذ. انت هتعملهم عليا روح امك، ده احنا على قديم. وصلي صلي. ايه ده بقى يا نجم؟ اوعى تحت ايه؟ والله يلا بتصيع يا ابو السعود، انت بتصيع عليا. يلا اخويا اخويا وحبيب قلبي الفنان الجميل ابو السعود جاي يحييني، وانا من كل قلبي بحيي الفنان الجميل ابو السعود توأم روحي، وتحيه كبيره كبيره كل اشبال الاغنيه الشعبيه. يلا يلا يا شباب. يلا وجيه لب الفرقه يلعن قوي، دي شغلانه. لا 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 في يا استاذ. ما تقولش استاذ، انا بتاع شاي وقهوه. في ايه بس؟ فهمني ايه اللي حصل. انا مش عارف هو عايز مني ايه. ما هو ركب السوق ومطلوب، بيسيبني بقى تشتغل. اهو هو ده كده اهو. الله الله بحيي السعوديه والامم العربيه. بحيي السعوديه احلى تحيه والامم العربيه. همس على الامارات عشان كلها نمشي ليه؟ ده احنا ماضيين عقد يا نجم. تعالى بقول لك ايه، تعالى نشرب شاي كده وروق. يلا انت مش عايز تهدي ولا ايه؟ معلش اقعد اقعد على بس معلش. كويس انك رجعت دلوقتي تشرب القهوه وحتفوق وتبقى زي الفل. امسك جاي لك تاني. يا جماعه كده كتير، احنا هنستنى ايه تاني؟ يا ابني بنتها ولازم نستناها. ايوه عم الحاج، بس الامانه اللي معانا ده احنا قاعدين فيها من امبارح كده غلط. مش بنت الست ام الليل هنا يا جماعه؟ ايوه يا ابني، اصل بنتها بعتلها معايا فطار. بنتها هي فين؟ دوما ماتت من امبارح. ماتت؟ لا حول يا رب، لما اروح اقول لها. لا تروح فين، احنا انت هتيجي معانا، احنا نعدي عليها ناخدها واحنا طالعين على الطرق، مفيش وقت. اللي قول لي يا كابتن، هي نهله دي شغاله فين؟ في الهرم. تعالوا ورانا يا جماعه. اطلع ورانا على الهرم يا اسطى وخليك ورانا. تحيه غاليه 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 للكويت وشعب الكويت، احلى تحيه لكابتن جاسم، كابتن جاسم، كابتن جاسم، برنس الكباتن ونجم.
رئيس سلاسار وشاوة الكويت الكويت الكويت. تحية كبيرة كبيرة العراق وشعب العراق ومحبشي منورة الدنيا كلها والعراق العراق العراق. تحية كبيرة 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 العرايس اللي مصرفينا خلي بالك منها اه ما تتقلش بقى في العاشر النهاردة. الله أكبر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ها يا ابني بقيت احسن؟ انا الحمد لله بقيت انت ما شاء الله بتصلي. طبعا وعمري ما سبت فرض الحمد لله. طب وايه بقى اللي بيخليك تشتغل في المكان ده؟ النصيب يا ابني. انا بقالي 30 سنه شغال هنا ما ينفعش دلوقتي اطلع بره. يعني ربك سبحانه وتعالى اللي بيرزقك هنا مش هيرزقك بره. يا ابني ما تقلبش عليا المواجع. كل الحكايه ان انا بقبض هنا 2000 جنيه في الشهر ده غير التبس. المهيات بره كبيرها 400 500 جنيه وانا ورايا مصاريف متلتله. سبحان الله. تعرف احنا مشكلتنا في ايه؟ ان احنا بنحفظ الكلام عشان نخش الامتحان بيه وننجح من غير حتى ما نعرف معنى الكلام. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ انا هحكي لك حكايه صغيره. انا اعرف اخين بيشتغلوا في شركه واحده. واحد بيقبض 2000 جنيه في الشهر والتاني مرتبه 500 جنيه في الشهر. اخونا ب 500 جنيه ده بيصحى كل يوم من النوم بدري قوي يركب الاتوبيس يدفع ربع جنيه تذكره يوصل شغله في ميعاده. اخونا ابو 2000 جنيه ده كل يوم يصحى متاخر يضطر يركب تاكس. ده غير بقى بلوه السجاير اللي ربنا بلي بيها. اخونا ابو 500 جنيه ده عنده ابن ما شاء الله عليه شاطر وملتفت لدروسه ونبيه ما بيكلفوش اي حاجه وكل سنه بيطلع من الاوائل على المحافظه بسم الله ما شاء الله. اخو التاني اللي بياخد 2000 جنيه عنده عيل مغلبه ما بين دروس ومشاكل وكتب خارجية. أخونا ابو 500 جنيه ده آخر الشهر بيلاقي المرتب فايد لكن ابو 2000 جنيه بيلاقي نفسه كل يوم صارف له بتاع 70-80 جنيه. يعني بحساباتنا احنا 500 جنيه زائد بركة ربنا أكتر بكتير قوي من 2000 جنيه والعياذ بالله ناقصهم بركة ربنا. هي دي بركة ربنا اللي ربنا قال عليها. يا انت كنت فين من زمان يا ابني؟ فكر فكر وربنا هيديك. علاء قاعد عندك تعمل ايه؟ مش وراك شغل؟ علي اذنك يا ابني. هتدفع تمن البيرة اللي اتكسرت يا سلام. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ربنا بعت لي العلامة. أنا ماليش عيش في المكان ده. ألو. هاي يا حبيبتي. أنا لبست أهو رايحة المدرسة. أروح ولا هيرجعوني؟ أنا اتفقت مع ماما إن أنتوا هتعدوا عليا في الشغل قبل ما تروحي المدرسة. أيوة يا سيد. أنا هلبس أهو وهننزل ونجيلك على طول يا أخويا. بس يا رب أنت تصدق المرة دي. خلاص يا سعاد انا خلاص اتصرفت. هات البيت وعدوا عليا في الشغل. والان
مع مطرب 2007 و2008 و2009 و2010 المطرب الجديد جدا ابو السعود. ما خلاص يا حلو 2009 و2010 انت هتكر النتيجه الجديد جدا. ايه المشروع ناقصه وتلا؟ قول اعجل اعجل. بلعوم حبيبي اهدى، ماكو داعي للعصبيه، ماكو فنان كبير غيرك حبيبي. تقل انا احسن مغني في مصر. احسن مغني في مصر اصابك يا ابني. يا نجم اعصابك، احنا قلنا ايه؟ اهدى حبيبي بلعوم بليز. بليز مين وزكايب مين؟ بيقول لك احسن مغني في مصر، ده لا عمل حساب للاستاذ هاني شاكر ولا الاستاذ محمد ثروت ولا ليه انا. طبعا يحضنوني يشوفوني يحضنوني وساعات يرقعوا بالصوت. صوتوا عليك بدري يا شيخ. واحدة واحدة وبحنية الكلام ده جامد جدا، الكلام ده جامد جدا وبصراحة أثر فيا. انت مدكت؟ ايه في ايه؟ راح فين؟ وانت مالك؟ قومي اركبي انا اوصلك. مش عايزه حد يوصلني يا شهد التوهان. يا بنت قوم يا بنت. انت عايز مني ايه؟ قومي اركبي لافلق لك وشك. طب وانتوا يعني لازم ترعبوني وانا قلت لا؟ طب يلا. ايوه كده خليكي حلوه. ده انا همتعكم. يا جماله. هتشيل بقى يا عسل النقطه دي لحد يشوفك بيها. حبيبتي وخايفه عليا. مفيش معاكم بقى سجارتين نعلي بيهم الدماغ؟ اوبا صباح عسل، لفينا سجارتين يا سيدي. بفرد بسرعه بفرد بسرعه. طب قعدني هنا بقى يا عسل، داري الشباك بجسمي وانت تلف براحتك. انت مصيبه. تعالى ازيك نبينا بيت في الميكروباص دوا. خد يا بيت. انا واخد ميوزك اورما 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 يا ابن البسلوخه. انا واخد ميوزك اورما وهروح الجيم وبرضه فورمة. عشان تحرم تمد ايدك على معرض المعلم بلدوزر. انا هحاسب لك في الخزنه 100,000 خمسات، ما حدش يعرف ان المفاتيح معاك يا صالح. فالحفظ وصون يا باشا، تروح وترجع لنا بالسلامه. هما 3 ايام باذن الله، وانا هطبعك على طول بالموبايل. العربيه وصلت ولا لسه؟ على وصول يا حاج. ايه ده؟ شوف ايه يا صالح؟ خش بقول لك. الله 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 الله. هو في ايه يا رجاله؟ احنا رجاله معلم بلدوزر، هو بيتاسف لك اللي حصل. انا مش فاهم حاجه. فرعون اتطول على المعلم في منطقته وبعدنا نربيه. طب انزلوا الصلاه الاول، خدوا واجبكم وما تنسوش تسلموا لي على المعلم. معاهم مصالح. اتفضلوا يا حبايبنا، اتفضلوا. تحبوا تشربوا ايه؟ كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده. قوم يا ذكر. ايه انضربت؟ فرعون ما ينضربش، فرعون ينخل ينغدر بيه. خيال يا ريس. ما تفرقش معايا، انا ما عنديش جرد ينضرب، ويوم ما ينضرب ما يلزمنيش. قفل حسابك وشوف لك مكان تاني. يلا توحشني يا فرعون. خف يا اما المطرب له تلت الكتل بترمي ايه؟ هذا مقامك بلعوم، ميزك خاطر عيونك بلعومي. انا احسن مغني في مصر. كويس اني لقيتك. انا خلاص يا ابني اقتنعت بكلامك وحمشي من هنا. احسن حاجه عملتها يا معلم، بارك الله فيك. يلا توكل على الله، خير البر عاجل. توكل على الله. بس انا مش همشي لوحدي، انت كمان هتيجي معايا. لا لا لا، انا ما ينفعش اجي معاك يا معلم. اسمع كلامي يا ابني. اسمع انت كلامي بالله عليك، سيبني هنا واتكل على الله. بالله عليك بقول لك اتوكل على الله. توكل على الله يلا يا معلم.
يلا يلا بالله عليك يا شيخ. وبروح الجيم وفورما انا واخد ميوزك اورما اوعى وهروح الجيم وبرضه فورما ليك من غير نعم يا محمد يا حسن. لا شباب مالك قفش عليا ليه كده؟ ده انا محمد حسن. انا حبيبك بس ده انا كنت العاطفه قلت الجسد يا شماء. ده احنا الانحراف كله عشناه سوا يا شماء. انحراف لما يلمك. انا ما عنديش استعداد اكمل بقيت عمري مع واحد عايش من عرق واحده ست. برضه بتقولي لي عايش على هنا واحده ست؟ ماشي 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 ما انت قصدك مش واعي كده. انا اللي مش واعي يا حشاش يا سكري. طب لو راجل بجد بقى طلقني. لا 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 بصي بصي اقول لك بصي بصي اسمعي بقى اقول لك اهو وانا في كاب القوه العقليه وفي مطرح اكل عيش انت طالع يا شيماء طالع من التلاته يا شيماء. عوفني عادي بقولك عوفني نسيت نفسك ولا شنو؟ انت مجنون؟ انا حرة؟ انا نظفتك وخليتك بني ادم اللبس اللي انت لابسه انا اللي جيبته. انت واحد حقير وما عندك اصل شلب. ثانية واحدة اجيب نقلة بس. اوه حبيبتي شو اللي طلعك من الكباري؟ تعالي تعالي قولي لي ايش قال لك النقاش ها؟ اكيد ميوزك اورما اورما وهروح الجن وبرضه فورما ليك من الغنوة والاغنية. يا لهلا يا لهلا امك بره عايز اقول لك حاجه بس تعالى اما اقول لك بقى لسه معايا اقول لك امك ماتت وجبناها بره اعطيك 200 دولار خذي هذا تليفوني اتصلي علي. ايوه بقول لك الراجل اقتنع وهيسيب المكان يعني الحوار بيجيب نتيجه يا مولانا. ايوه لك اتكلمت معاه بقول لك اتكلمت معاه انا كل الحاجات متلخبطه جوايا يا مولانا. لا لا ابوس ايدك ابوس ايدك بلاش اسماعيل الغي العمليه النهارده. كلمه خليه يلغي العمليه يا مولانا ابوس ايدك بقول لك عشان خاطر الحوار بيجيب نتيجه يا مولانا. ابوس كلمه قول الو
الو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صبح يا برنس الناس. كفايه ما حدش يديني حاجه تاني. سيجاره؟ ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اه عشان خاطر ايوه يا صاحبي انا خارج لك حالي. يلا يا حاج اتاخرنا. اسمعني يا اسماعيل اسمعني ارجوك يا اسماعيل ارجوك ارجوك بص لي يا اسماعيل بص لي بص لي بص لي بالله عليك بالله عليك اسمعني اسمعني يا اسماعيل بص لي يا اسماعيل بص لي بص لي بص لي يا اسماعيل بص لي بالله عليك بص لي بص لي يا اسماعيل. طرح الوضع استر بيها نفسي اي حاجه استر بيها نفسي. الحوار نفع بالله العظيم ثلاثه الحوار نفع. توسل اليك يا اسماعيل في ناس هنا في ناس هنا ما تستاهلش تموت يا اسماعيل في ناس هنا ما تستاهلش تموت يا اسماعيل اسماعيل في ناس هنا ما تستاهلش تموت يا اسماعيل. اسماعيل اذا كان الحوار جاب نتيجة حتى مع واحد بس يبقى ممكن يجيب نتيجة مع كل الناس دول. بص حواليك يا شعلان وانت تعرف احنا بقينا عايشين فين. انا عارف احنا عايشين فين بس اسماعيل بالله عليك بالله عليك الناس دي مش عارفين ان هم عايشين في ضلال. احنا نحاول معاهم وربنا يهديهم باذن الله. قضي الامر يا شعلان. تفاصيل الخبر. تشير التحقيقات الأولية في الحادث إلى أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربي، ويقدر عدد الضحايا بحوالي 120 ما بين قتيل وجريح. أحوال الطقس يتوقع ممتاز.